السلام عليكم كلكم، ان شاء الله حالكم كويس. معكم محمد زيد، سفير نووي الحسنه للاتحاد الاوروبي في ليبيا 2020 2022. في الفيديو هذا حبيت نجاوب لكم كل الاسئله اللي قاعدين تبعتوا لي فيها واللي تدور في بالكم حول شنو معناها سفير نووي الحسنه للاتحاد الاوروبي في ليبيا، وخاصه للاشخاص اللي بيقدموا للقب سفير نووي الحسنه للاتحاد الاوروبي في ليبيا 2022 وطالع. نبدا بعد الانترو. سفير نوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا معناها انك توري نوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا من خلال المشاريع والبرامج والتدريبات والمبادرات اللي قاعد يدير فيها وتوصلها للفئات المستهدفة منها، مثلا شباب المجتمع بصفة عامة او الاطفال او غيرهم. ما فيش مرتب ليك كسفير نوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا، ولكن حتكون في مجموعة من المهام اللي ممكن تديرها ومقابل لها انك تاخذ مكافآت معينة. التقديم على فرصة سفير نوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا سهل ومباشر جدا، محتاج انك تمشي لموقع دول جوار جنوب الاتحاد الأوروبي في ليبيا او الإيو نيبر ساوث وتعبي النموذج او الاستمارة الموجودة، وان شاء الله تكون الفرصة من نصيبك. الكل يقدر يقدم على الفرصة انك تكون سفير نوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا. طبعا في مجموعة من المعايير اللي حتحدد منهم الشخصين اللي حيكونوا سفير نوايا الحسنة او سفراء نوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا. بعض المعايير مثلا انه يكون عندك 10,000 متابعة او اكثر، انك تكون شخص نشيط فعال كويس في المجتمع بتاعك وغيرها من المعايير، لكن لو انت المعايير ماشية عليك قدمه مش خاصر شيء. والميزات انك تكون سفير نوايا الحسنة ممكن فرص سفر معينة، ممكن انك تشبك مع سفراء نوايا الحسنة من دول الجوار اللي على الاغلب حيكونوا اشخاص رائعين جدا. ومن عيوبها ان فيها هالميزات. ان شاء الله بالتوفيق لكم كلكم اللي قاعد تقدموا، ما تترددوش ابدا تبعتوا لي اي سؤال يواجه فيكم او في بالكم، وان شاء الله بالتوفيق. ومتشوق جدا نعرف من هم سفراء نوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا من 2022 وطالع.